التي قامت بها السلطات والمجالس وغيرها من الجمهورية التحتية هامة، والداخلة تستحق منا كمجتمع مدني باش نقوموا بهذا الواجب اللي هو واجب وطني، واللي الحفاظ على البيئة أساسا اللي كنعملوا مجهودات لجميع باش نحسوا الساكنة بهذا العمل المفيد اللي هو يخدم مصلحتنا ومصلحة منطقتنا ومصلحة الجهة ومصلحة المدينة. وكنبلغوا السكان هذه الرسالة باش اللي في شي حي يحتفظ على الحي ديالو ويحتفظ على التجهيزات الأساسية اللي قامت بها المصالح العمومية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وهذا هو الأجل اللي جينا باش نحسن الوضعية ديال هذه الحدائق اللي موجودة في هذا الحي ديال بيضاء. هذا المنتدى فيه ما يزيد على 40 جمعية، منتدى بتنسيق مع الجمعية في الحقيقة اللي هي صندوق ديال الجمعية المحلية ديال هاد بيضاء، بتنسيق مع المؤسسة الجمعية ديال الداخلة، الجمعة ديال الداخلة، بمعنى الجمعة ديال الداخلة، بمعنى المقاطعة المحلية، بمعية الولاية اللي هي فيها اولا نظافه الحدائق، فيها الغرس ديال المزرعه، الغرس ديال النباتات اللي هي واحد الرونق